تمتلك أرياض قدرة فريدة في توحيد الناس مهما كانت جنسياتهم وخلفياتهم وانتماءاتهم أو حتى قدراتهم. حققت الرياضة عبر التاريخ إنجازات مهمة على صعيد رفاهية الناس والمجتمعات والسلام، وعرفانا بهذا الشيء أكدت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في خطة عام 2030 للتنمية المستدامة على دور الرياضة كأداة تمكين مهمة للتنمية المستدامة، مسلطة الضوء على إسهاماتها المتنامية في تحقيق التنمية والسلام. تضم الإدارة الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة الملف الموضوعي للرياضة من أجل التنمية والسلام، وتعمل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية على زيادة المساهمات الإيجابية للرياضة من خلال خطة العمل للأمم المتحدة وخطة عام 2030.